أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة أعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: ذكر الناظم رحمه الله أن من زنى يزني أهله، وقد ورد هذا في الأثر، إذن كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا مخالفة بينهم، لا مخالفة، هذا من باب السبب. إن الإنسان يعاقب إذا اعتدى على أعراض الناس، اعتدوا على عرضه، من باب العقوبة، من باب العقوبة. ولا يتعارض مع قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا يبي إذا زنى أهله فإن الضرر يتعدى عليه هو، تعدى عليه هو عقوبة له. وأيضا أهله إذا شافوه ما هم ملتزم تساهلون، أهله إذا شافوه ما هم ملتزم بالعرض وأنه تساهل فإنهم هم يتساهلون ويقتدون به. نعم.